ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يقول جامع المال بين لذتين، إما لذة بهيمية أو لذة وهمية. يقول من يجمع المال هو بين لذتين، إما لذة بهيمية بمعنى أنه يجمع من أجل أن يأكل ويشرب كحال البهائم، وإما لذة وهمية فإنه يظن أنه كلما جمع مالا كلما توهم أنه يكون سعيدا، وكلما امتلأت الأرصدة ظن أنه بذلك يكون سعيدا.